لا احنا اكيد مضعف، نهائيا مضعف، اما فقدان السيد جلال الطالباني الله يرحمه هذا فقدان ايش قد عدد مقاعد العراق كلها فقدها، مو بس احنا كاتحاد وطني. هسه هو بالنهايه اوكي رمز عراقي بس هو بالنتيجه أكيد رمز يكتب. والدكتور برهم صالح هو طالب من طلاب السيد مام جلال اكيد، واداء خلال هاي الاربع سنين اللي فاتت من زمن مام جلال لليوم اداء الاتحاد الوطني واضح برئاسه الجمهوريه، يعني اللي احنا نشوفه اذا اني كلامي خطا خلي واحد يجي يقول لا هذا الكلام مو صحيح، اداء الرؤساء كان اداء دستوري، حافظ على وحده العراق، حافظ على الدستور والقانون العراقي. لا انا دحشيش عن قوه حزبيه، يعني عدد مقاعدكم الان مثل عقد مقاعدكم 18 و14 و10 و6 هو الاتحاد الوطني هو حزب قوي، هذا ما يعني انا احسبها بالارقام، الارقام احتمال الارقام مثلا هواي احزاب وهواي اختلافات قويه بس عندها مقعدين، خو ما اقدر اقول عليه قوي هسه بلي لا احنا حزب قوي اكيد بالنسبه لي اعتبر حزبي اقوى حزب بالساحه كمقاعد المقاعد ما تحدد قوه الحزب اكيد، بس كثقل سياسي احنا يعني عندنا ثقل سياسي جلسه سبعه شباط راح يشوفون قوه العدد، الوقت خير كفيل الله اعلم، ممكن باللحظات الاخيره يحصل تغيير.